خلينا نعرف مزيد من التفاصيل وعلاقتنا بصربيا، وأيضا يعني كيف ممكن نستفيد من هذه العلاقات خاصة في المجال الاقتصادي. الخبير الاقتصادي دكتور فخري الفقي هيكون معنا على التليفون. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، أهلا بيك. يعني مجالات الاستثمارات الجديدة خاصة بعد هذه الزيارة الناجحة. هو حقيقة يعني برضو لازم نلقي الضوء على يعني مقارنة سريعة كده بين صربيا وما بين جمهورية مصر العربية من الناحية الاقتصادية. يعني لما نبص كده نلاقي جمهورية صربيا طبعا بعد تفكك يوغوسلافيا في سنة يعني 90، من حوالي تقريبا 32 سنة، فكان اتحاد فيدرالي يعني بين ست يعني دول أو يعني أجزاء، فكان اسمها يوغوسلافيا، لكن اتفككت إلى سنة 90 إلى ست دول أهمها طبعا صربيا. اللقاءات ما بين طبعا علاقات تاريخية بين مصر وصربيا قديمة حقيقة، ليست وليدة اليوم. الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى برئيس دولة صربيا يعني مرة في سنة 15 في شهر 9، برضه في الأمم المتحدة، وفي سنة 17 بعدها بسنتين. إذا لقاء الرئيس كان قد التقى فيما قبل مع الرئيس الصربي بوتشيتش. طبعا كانت هناك دعوة دائما للرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة صربيا، وتحققت بالفعل هذه الزيارة الآن. ولذلك بنقول أنه عدد سكان، نعمل مقارنة سريعة كده، عدد سكان صربيا يعني 8 مليون نسمة. طبعا عدد سكان مصر 105 مليون نسمة، تقريبا هنقول في حدود 12 يعني في حدود يعني 12 ضعف. بالنسبة للمساحة هي تقريبا أقل من 10% من مساحة مصر. من حيث الإنتاج بقى، الناتج بتاعها في السنة اللي فاتت سنة 21 كان الناتج بتاعها يعني تقريبا 70 مليار دولار. تمام. بالنسبة للناتج، بالنسبة لمصر، الناتج بتاع مصر طبعا 450 مليار. يبقى اذا معنى كده ان مصر تقريبا بتنتج يعني نقدر نقول 7.5 اللي بتنتجه صربيا. طيب لكن عدد متوسط دخل الفرد بقى، نبص متوسط دخل الفرد هناك هيبقى في حدود 8000 دولار في السنه، لان عدد سكانهم ما يزيدش عن 8 مليون، احنا 100 وشويه. فده بيعكس قد ايه المشكله السكانيه بتلعب دور. نيجي وسائل التعاون بقى الاقتصادي. طب خليني بس اعرف من حضرتك كمان، خلينا نقف عند اهم الاشياء اللي جاءت النهارده الحقيقه في لقاء الرئيسين، وهو خبر القمح. هل فعلا احنا ممكن نستفيد من القمح من صربيا؟ بص يا فندم، هي هذه الدول، دول البلقان ودول البحر الاسود اللي فيها اوكرانيا وفيها برضو قريبه الجزء القريب من روسيا عموما، وايضا كل الدول اللي هي في جنوب القاره الاوروبيه وشرق القاره الاوروبيه او وسطها، يعني الانتاج الزراعي فيها وفير لان الامطار هناك وفيره وهناك انهار، وبالتالي الحبوب مهمه جدا. صربيا لديها من الحبوب خاصه القمح، تستطيع في هذه الحاله انه مصر، لانه القضايا اللي ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي طبعا بخلاف القضايا السياسيه، بنتكلم عن ازمه الطاقه وازمه الحبوب خاصه القمح، وده الجزء اللي منها، والسياحه ايضا. ولذلك المحاور طبعا، لان احنا عندنا علاقات معهم كثيره في السياحه، وعدد السائحين من صربيا بيزداد سنه بعد سنه. هل في اي تعاون يعني اخر بعيدا عن القمح؟ في الميكنه الزراعيه، هم حقيقه في الميكنه الزراعيه، الجرارات الزراعيه وكل ما يتعلق بالميكنه الزراعيه، هم ممكن يساعدوا في ان هم يستثمروا في عمل مصنع للجرارات الزراعيه. تمام. الرئيس عبد الفتاح كان واضح لهم اهلا باستثماراتكم عندنا، لانه مهما يكن برضه متوسط دخل الفرد هناك ما يقرب من 8000 دولار في السنه. طبعا. يعني دوله يعني 8000 دولار في السنه بالنسبه لنا، عشان عدد السكان متوسط دخل الفرد في السنه 3700، يعني تقريبا النص. لكن طبعا عنده دخل يقدر واستثمارات يقدر ياتي لمصر، عمل يعني كل ما يتعلق بالميكنه الزراعيه، وخاصه ممكن مصر تستفيد منه. ال 2 مليون فدان اللي احنا
بنستصلح فيهم بالفعل، تحتاج الى الزراعه الحديثه بالميكنه. صحيح. الحديثه في استثمارهم في انه اقامه مصنع للميكنه الزراعيه خاصه للجرارات الزراعيه وما يتعلق بها في الزراعه، والزراعه المحور اللي هو زراعه اللي هو بالمحاور والصوب الزراعيه وهو الاخره، بنقول اللي هو الري المحوري يعني. طبعا فاذا احنا يعني من كلام حضرتك معايا فيه تمام، وانا يعني اقدر اساعده كمان، هو كمان بالسياحه بتاعته اكيد نقدر نجذب عدد كبير من السياح الصربيين في هذا. صحيح. لان لنا علاقات كبيره معاهم منذ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وزعماء مصر، وطبعا والرئيس تيتو اكيد يعني. انا طبعا الحقيقه بشكر حضرتك شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي دكتور فخري الفقي، وتاني بناكد على انه فعلا العلاقات بيننا وبين صربيا ممكن تبقى في عدد من المجالات، وده شفناه في يعني عدد من يعني مذكرات التفاهم اللي كانت موجوده اليوم في المؤتمر الصحفي الخاص بالرئيسين. والحقيقه دايما الرئيس السيسي بيحاول دائما في كل مجال مع اي بلد ممكن يكون معاها علاقات وممكن يكون فيها استثمار يجلب لمصر الكثير يعني من الأشياء الاقتصادية اللي مصر ممكن تحتاجها خاصة في الفترة القادمة بإذن الله، لا يتأخر عنها أبدا الرئيس السيسي. الرئيس السيسي دي تعتبر زيارة من 35 عام لصربيا، دي أول زيارة بعد مرور هذا الوقت.